اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بنجومنا طبعا منورينا في الاستوديو في تنس الطاوله. برحب بكابتن عادل شومان المدرب العام لفريق طبعا تنس الطاوله سيدات بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن عادل. اهلا بيك يا كابتن هيثم. منورنا ونبقى سعداء لما حضرتك تشرفنا وكابتن. تسلم، ربنا يخليك يا كابتن هيثم، ربنا يخليك. طبعا بنرحب بنجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر وصاحبه الذهبيتين في بطوله افريقيا اللي فاتت اللي خلصت منذ ايام في الجزائر. بنرحب بنجمه مصر الاء يحيى. اهلا بيك يا الاء. حضرتك منورانا في قناه النادي الاهلي للمره الاولى. مبروك. لازم نقول كده الكاس جنبنا اهو يا جماعه، وافريقيا معانا ومسيطرين وكله تمام، ما نقلقش. طيب خليني اجي لك يا الاء. طبعا انت راجع من افريقيا وابتدي معاكي، الاستعدادات كانت ازاي؟ يعني انت اتاهلت لها ازاي افريقيا، ورحت لها ازاي، واستعديت ازاي؟ يعني كلميني على الظروف اللي قبل البطوله. انا لعبت بطوله شمال افريقيا، دي البطوله اللي كانت مؤهله لبطوله افريقيا وبطوله العالم. الحمد لله خدت فيها اول، ويعني استعدادات لبطوله افريقيا كانت، يعني شمال افريقيا دي كانت امتى؟ لا عايزين تفاصيل. كانت في شهر 5 اللي فات. تمام. كانت فين؟ كانت في الجزائر برضه. حلو، جميل جدا. كان كام دوله مشاركه او كام لاعبه؟ كانوا يعني ممكن نقول 16 لاعبه حاجه كده. 16 لاعبه كتوتال. من مصر كان كام يا لاء؟ كان اثنين بس. كان اثنين. انت ومين؟ انا ورؤى الناغي. تمام، كويس. تأهلت منها، خدتي اول. اللي بيتأهل كام واحد؟ اللي بيتأهل اللي بيخشوا دور الثمانية بس، يعني كان حد واحد بس من مصر هو اللي هيروح، فانا ورؤى وصلنا فاينل، فالكسبان هو اللي هيروح يعني، والحمد لله يعني. تمام، اتأهلت بقى، فعرفت انت خلاص رايحة افريقيا. من شهر 5 بقى لغاية احنا اهو في شهر 9 كنا بنستعد. تمام، حلو جدا. طيب افريقيا لما رحنا الدنيا ايه؟ البطوله طبعا كورونا قلت، فطبعا مشاركه اكتر، لعيبه اكتر، الدول جايه بتقولها، صح ولا انا غلطان؟ صح. طيب ابتديت ازاي؟ يعني المشوار كان ازاي؟ المنافسات اتلعبت ازاي؟ كلميني بقى عن البطوله بشكل مفصل. يعني الاستعدادات، يعني انا كنت مستعده من شهر 5 اول ما عرفت ان انا خلاص اتاهلت لها. التمرين كان زايد كتير. صعب. وكان عندنا بطوله قبليها، بطوله جمهوريه، فبرضه يعني برضه كان تعتبر استعداد لافريقيا طبعا، برضه يعني مشاركه واحتكاك وكده، وفي لاعبات كويسين جدا في مصر، فانت لما بتلعب قصادهم بيبقى احتكاك طبعا، فالبطوله بتبقى قويه جدا. بس فالحمد لله يعني كنا كمان عاملين معسكر منتخب قبل البطوله. فين؟ هنا في مصر ولا في استاد القاهره؟ ممتاز. فطبعا كنا فترتين صبح وبالليل، وكان كابتن عادل برضه معايا على طول، وكابتن احمد عياد. كانوا يعني على طول زيادة مع تمرين المنتخب، متابعينك ومتابعين حالتك وكل حاجة، لحد ما الحمد لله يعني سافرنا وربنا كرم. طب لما رحت هناك في أفريقيا، يعني أنت خدتي ذهب في الزوجي سيدات وخدتي ذهب مع الفرق، الفرق ما خلينا في الفرق، الفرق بيلعب أربعة صح؟ كنتوا مين؟ لا كنا خمسة. كنتوا خمسة مين؟ أنا ودينا مشرف ويسرى أشرف ومريم هشام وهنا جودة. وهنا جودة، أنتوا الخمسة اللي لعبتوا، وأنتوا الخمسة شاركتوا. طيب وجيتي بعد كده في الزوجي، الجهاز الفني أو المنتخب اختارك أنت وهنا اللي تلعبوا. كنت أنا وهنا ومريم ويسرى. ومريم ويسرى، أنتوا لعبتوا تقريباً مريم ويسرى في الفاينل ولا أنا غلطان؟ صح. يعني أنتوا لعبتوا مريم ويسرى، يعني دخلتوا باثنين زوجي في الفاينل. واتقابلتوا في الآخر. طب لعبتي فردي ولا ما لعبتيش؟ لعبت فردي. إيه طب؟ خسرت من على الأربعة من يسرى 4-3. خسرت في دور الأربعة؟ على الأربعة. على أربعة يعني؟ الكوارتر. الكوارتر اللي هو دور الثمانية. دور الثمانية. قابلت مين؟ هنا جودة؟ لا قابلت يسرى. خسرت 4-3. ده كان ماتش ماشي إيه؟ ماتش قعد كتير قوي. عذاب. طب كابتن عادل، أجي لحضرتك، يمكن أنت عندك مسؤولية كبيرة برضو يا كابتن. حضرتك في النادي الأهلي مركز مع لعيبتك والشغل جوه النادي الأهلي، وأيضا مركز مع لعيبتنا اللي بيروحوا مع المنتخب. يعني السنة دي كنت شايفها إزاي؟ شايف السنة دي كان خلاص كورونا، ما في بطولات، هل ده بيبقى فيه يعني مشقة عليك انت تتابع اولادنا هنا وهنا وهنا، ولا الموضوع بالنسبة لك انت خدت على كده؟ لا هو يعني في الحقيقة طبعا اكيد لازم بنتابع اللعيبة بالذات اللي هم بيروحوا المنتخب، يمكن انا كنت على اتصال بيهم على طول، ايه الاخبار، التمرين عامل ايه، التمرين كويس، طيب نزود في الحته دي، طب نعمل في الحته دي، طيب في مجال تقدر، لو في مجال ان هم يقدروا مثلا يجوا الصبح مره، طب بعد الظهر او قبل التمرين بتاع المنتخب، او في حاجه عايزين يظبطوها، انا والكابتن احمد عياد بنقوم بالدور ده كويس قوي قوي يعني. فكنا متابعينهم جد كويس جدا يعني. طب قول لي يا كابتن، يعني خلينا نتكلم عن النادي الاهلي. اكيد اللاعب لو ما فيش معسكر مع المنتخب بيتعدي مع النادي بتاعه. طيب احنا السنه دي طبعا الاء انضمت لينا السنه دي حديثا، جايه من جزيره الورد، طبعا قادمه من جزيره الورد، حاجه يعني اسعدتنا كلنا مع رؤى الناغي. طبعا ودي حاجه تسعدنا طبعا في انضمام اثنين نجمات كبار لمنتخب مصر في النادي الاهلي، اكيد هيبقوا اضافه، واكيد النادي الاهلي بيرحب بيهم ومش هيمشوا من نادي ثاني عشان عارفين بس. فطبعا يعني ده برده بيخلي التدريب قوي، يعني انت بما عندك نجمات
مستوى عالي ومصنفات على مستوى العالم، التمرين بيبقى صعب، انتوا بتعملوا ازاي؟ بتقولوا ده ازاي؟ هو في الحقيقه احنا تملي فعلا بنركز قوي ان يكون عندنا القوه التدريبيه تكون كويسه. بنجيب لعيبه ترينرز يتمرنوا مع اللعيبه، احنا عندنا يمكن 3 أو 4، وساعات بنستعين بلاعيبه 19 سنه علشان يعني التمرين يبقى قوي. احتكاك. واحتكاك بيبقى قوي، فيعني لعبه تنس الطاوله لازم تغيير ايد، ما ينفعش ان لعيب يلعب مع حد معين على طول، لازم يبقى في تغيير ايد. فاحنا عندنا 3 أو 4 ترينرز بيجوا يتمرنوا مع البنات مع الفرقه، وساعات بنستعين من فرقه 19 سنه 19. وساعات فرقه الرجال بيلعبوا معانا ماتشات يعني. ف انتوا هنا بتخلقوا جو يعني يعني لان سمحت قلت لو وصل ان انت كل يوم انا بلاعب الاء خلاص خدنا على بعض اللعب وبتاع ما بقاش فيه جديد. بالظبط. حضرتك انت ده اللي شاغلكم الاكتر. بالظبط. ان انتوا ازاي تخلوا اللعيب يبقى طول الوقت بيعمل ريفريش الامكانيات. بالظبط. يعني احنا يعني يهمنا كمان ان عدد الفريق يبقى كتير، ما ينفعش مثلا يبقى الفريق 3 أو 4 لعيبه بس. لا، احنا عندنا 7 8، لازم الثمانيه يكونوا كويسين عشان التمرين يبقى كويس. واللعيبه تستفاد. وعلاوه على كده كمان زي ما بقول لحضرتك احنا جايبين ترينرز يتمرنوا مع اللعيبه، وساعات بنستعين بلعيبه 19، وساعات الرجال بيدخلوا يلعبوا معانا. غير كده مش بتبقى حريص. بتبقى حريص على الحته دي. طب خليني اقول برضو يا كابتن انه يعني انت لما بتيجي تتعاقد مع لاعب او بتشوف لاعب هتطلعه معاك في الفريق الاول بيبقى ليه مواصفات، ايه اهم حاجه انت شايفها ان دي لا يعني دي لازم يبقى ده اللعيب ده او اللعيبه دي، خلينا في السيدات، لازم الصفه دي او المهاره دي او الحاجه اللي انت شايفها دي لازم تكون في اللاعب، مش هتنازل عنها ابدا. مهم جدا. ضحكت انت مصدع، انت فكرت حته كده. مهم جدا ان اللعيب ما يخافش الماتشات. يعني مهم جدا ان هو يعني انزله في اي مكان، هتنزل رقم 1، هتنزل رقم 2، هتنزل رقم 3، هتنزل ضد الاهلي، هتنزل اسف ضد الزمالك، هتنزل ضد مش اي فريق، يبقى مستعد. ما احسش ان اللعيب بيهرب من الماتش او بيقلق من الماتش او بيقلق من لعيب معين. لا، انا احب وتملي مهم جدا ان اللعيب لا لازم يكون واخد على وقفه الماتشات اللي هي بتاعه الدوري بالذات، لان الماتشات دي بتبقى مهمه جدا. الماتشات الدوري دي مهمه جدا. بتبقى صعبه جدا. بدور على المواصفات في المواصفات دي اللي في اللعيب اللي انا ببقى عايزه. وبصراحه يعني في الاء وفي الرؤى النقطه دي هم لعبوا الماتشات كتير جدا، لعبوا ضد الاهلي كتير، لعبوا ضد الزمالك كتير، لعبوا ضد سبورتنج كتير. تابعت ادائهم اكيد. اكيد. يمكن انا الاء ورؤى عايز اجيبهم من بقالي سنتين. وكل سنه طب معلش السنه اللي فاتت باباها بصراحه قال لي معلش ادينا السنه دي وان شاء الله هتبقى معاك السنه الجايه. وألاء كان في يعني ألاء كانت في مزيه كويسه جدا، ان هي حتى لما اتكلمنا معاها كانت بتقول يا جماعه ما حدش يكلمني الا بعد الدوري ما يخلص، واحنا كنا احترمنا فيها قوي دي. وفعلا ما اتكلمناش معاها الا بعد ما الدوري خلص والماتش خلص خالص، اتكلمنا معاها بعد كده. بس اسمح لي هنيك، لان بامانه انا استفدت منك والله بجد، واحنا على الهواء. الله يخليك. ان فعلا الصفه دي اللي حضرتك بتتكلم عليها انا فعلا انا من هنا ورايح هاخد بالي منها بجد، لانه لو اللاعب بيقلق فما فيش لاعب اصلا، ما فيش لاعب خلاص. بالظبط. الناحيه دي مهمه جدا في الكوره، في السله، في الطايره، في اي لعبه. لو اللعيب وقف على الستارت او وقف المباراه قلق وحسيت المستوى حصل له دروب بالظبط نتيجه انه قلقان، هنا في ازمه كبيره ومش عارف تصلحها له. هو كمان يا كابتن هيثم حضرتك في لعبتنا او الالعاب الفرديه بتلاقي لعيب فردي ولعيب فرق. نعم. يعني لعيب فردي ولعيب فرق وفي الاثنين طبعا. ده طبعا في الاثنين. بس انا بتكلم ان لا، انا يهمني اللعيب اللي بيلعب فرق، وقف الماتش كتير، وقف الموقف ده كتير كده. في لعيبه طبعا بتلعب في الفردي كويس جدا جدا، وتلعب في الفرق كويس جدا جدا. في بس اهنيك بصراحه، لانه دي صفه لا ما فيش. انا يعني بقول لحضرتك يا ريت حتى يعني مدربين كره القدم يتفرجوا عليها فعلا. انت دي اللي هي اسمها ايه بقى، ترجمها انا، اللي بنقول عليها شخصيه النادي الاهلي. بالظبط. بس انت حضرتك فسرتها لي بشكل يعني يمكن اول ضيف يفسرها لي بالشكل ده. الله يخليك. ربنا. شخصيه النادي الاهلي ان انا ما اقلقش، انا النادي الاهلي، انا ما بقاش عندي قلق. طيب خلينا اروح لالاء برضو. انا عايز انت برضو الناس ما تعرفش، الاء من اسره كره سله الصرف. مين بقى مين خالها؟ خالها المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله وشريك الملاعب طبعا سنين طويل، احمد عبد المطلب صح؟ واحمد كمان عبد المطلب لاعب نادي الاولمبي ولاعب نادي سموحه ولاعب نادي الاتحاد، خلها الثاني. فهي اذا من عيله كلها كره سله. ما لعبتيش سله ليه؟ لا. والله صراحه انا كان نفسي في الاول. كان نفسك وانت صغيره؟ مين اللي قالك لا؟ احمد.
هو مدير لو ورينه. هو المشكله ان انا يعني كنت بروح معاه النوادي كتير والتمارين طويله. خلي بالك ما شاء الله. لا عايز اقول لكم لا بسم الله ما شاء الله طويله. انا كنت بروح معاه التمارين كتير وكده، بحب اتفرج اصلا على التمرين. فكان المدربين لما بيعرفوا السن مع الطول هاتها يقول لك هتخش التمرين ويقول لك لا. هو كان بصراحه هو لما شاف ان انا كنت بدات احقق في اللعب عندي فما حبش ان انا يعني اتشتت ما بين الاثنين. بس عايز اقول لك على حاجه، احنا نشكره مش هنزعله ومش هنزعل. هو ادانا بطل افريقيا فاحنا مش زعلانين، صح ولا لا؟ اكيد. نشكر كابتن احمد ونقول له يا كابتن بعد كده وما تخليش حد من عيالكم خالص يلعب باسكت عشان بص نرتاح بقى. ما انت عارف الاتحاد والاهلي كده دايما بيلعبوا منافسين دايما، فاحنا نحاول بقى ناخدها من الاول. العيله بقى اللي بتطلع لعيبه نخليهم يروحوا تنس الطاوله. طيب خليني اتكلم عن محطاتك في حياتك. انت ليكي محطات، انت بنت اسكندريه وبدأتي في الاولمبي صح؟ طيب يعني محطتك ايه؟ يعني قولي لي. انا طبعا احنا بنعرف جمهور النادي الاهلي بيكي اكتر، ايه المحطات اللي انت مريتي بيها قبل ما تيجي النادي الاهلي؟ انا يعني انا قعدت كتير قوي في نادي اولمبي من ساعه ما بدأت لحد من 3 سنين بالظبط. انتقلت نادي جزيره الورد. تمام. يعني قعدت كام سنه في الاولمبي؟ انا بادئه من وانا عندي 6 سنين تقريبا ما شاء الله. لحد من 3 سنين، فممكن نقول يعني 11 12 سنه تقريبا. بس بعد كده اتنقلت نادي جزيره الورد 3 سنين، وبصراحه هي كانت فتره كويسه. والناس هناك محترم، كلهم كانوا كويسين جدا معايا. بس لحد بقى ما يعني جه الوقت المناسب ان انا اجي النادي الاهلي. انت عندك كام سنه؟ 20. 20 ما شاء الله، لسه صغيره، لسه عندك العمر كله ان شاء الله. طب انا عايز بقى اعرف تفاصيل اكتر ونتكلم ونجيب مداخلات، بس خلينا اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نتكلم اكتر بتفاصيل ونقول لكم الجديد في الخبر. طبعا عندنا ابطال تقدموا في مركزهم كتير كتير جدا، يعني لينا مشرف تقدمت، وايضا هنا جوده تقدمت في الترتيب او التصنيف بتاعها العالمي، وعندنا تفاصيل كتيره ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم انه بطولات افريقيا او بطولة افريقيا اللي فاتت اللي اتلعبها منتخب مصر، ولسه عارف من ضيوفه كابتن عادل شرح لي يعني في الفاصل انه بيبقى ليها ويت كبير او ليها وزن كبير في اللاعبات في ترتيبها او الرانك العالمي بتاعها. فطبعا يعني احنا شفنا دينا مشرف نط يعني او قفزت حوالي 21 مركز، بقت في المركز 29، ايضا هنا جوده بقت في المركز 42 سيدات، وفي الاول 19 17 15. الاء يحيى ضيفتنا في الاستوديو النهارده بعد بطوله افريقيا، قبل البطوله كانت 170، دلوقتي قفزت 15 مركز مره واحده طبعا، فده يعني وثبه كبيره، 155 مركز. فطبعا لازم يعني ما يجيش حدث زي ده لما يكون طبعا معانا على التليفون لاعبتنا اسطورتنا الكبيره دينا مشرف، عشان طبعا نبارك لها على افريقيا وايضا نبارك لها على الرانك العالم الجديد كأول لاعبة أفريقية وعربية تصل لهذا الترتيب. أهلا بك يا دينا. دينا ازيك؟ الحمد لله. ألف مبروك، وطبعا حاجة تسعدنا جدا النتائج في أفريقيا وأيضا الرانك العالمي ليكي. يعني كلميني وشعورك إيه؟ ميرسي جدا. مبارك لك الأول، بس عايز أسلم على كابتن عادل وعلى آراء. الله يخليك. يوصل هم سامعينك. الحمد لله. والله طبعا اكيد مبسوطه جدا بالبطوله اللي فاتت، يعني الحمد لله. يعني ربنا وفقني فيها الحمد لله. وطبعا اكيد برضه مبسوطه جدا بالتصنيف، يعني الحمد لله ده اعلى تصنيف وصلت له، فالحمد لله مبسوطه جدا بيه. طب دينا لعبك في اوروبا اضاف لك، يعني لعبك في المانيا وفرنسا اضاف لك؟ طبعا الحمد لله. يعني انا كنت هناك اساسا، يعني الهدف من ان انا اروح العب هناك هو الاحتكاك وان انا اخد خبرات كثيره، يعني عشان هناك كل اللعيبه جامدين جدا من اوروبا، وفي كمان كان لعيبه اسيويين. فالحمد لله اعتقد ان ده حصل، يعني لعبت ماتشات كثير قوي هناك جامده مستواها عالي، فالحمد لله اكيد استفدت من التجربه دي كثير، يعني الحمد لله. طب دينا يعني اللاعب الناجح دايما ليه طموحات وما بيشبعش نجاح، ايه اللي نفسك تحققيه تاني؟ والله يعني نفسي ان شاء الله ان انا احاول اتحسن يعني اكتر كمستوى، ده مبدئيا، لان ان شاء الله ده ممكن يساعدني بقى في ان انا احقق اهدافي، اللي هي ان انا اعلي التصنيف العالمي بتاعي اكتر. نفسي ان شاء الله ان انا اكون الخطوه الجايه في التوب 20، في احسن 20 لعيبه على العالم ان شاء الله. ونفسي كمان ان في يوم من الايام ان شاء الله اكسب ميداليه كبيره لمصر، يعني زي مثلا كاس عالم او اولمبيكس او بطوله عالم ان شاء الله. لا وان شاء الله هتعملي كده، واكيد انت مكافحه مثابره. طيب
الخطوه اللي جايه ايه بقى يا دينا؟ يعني دلوقتي خلاص افريقيا صفحه واتقفلت والحمد لله توفقنا فيها بشكل كبير، اكيد عندك بطولات دوليه تانية، عندك خطوات تانية حطها في اجندتك، ايه اللي عندك تانية على المستوى الدولي؟ هو احنا ان شاء الله اول حاجه عندنا بطوله العالم في الصين فرق، دي خلاص كمان اسبوعين ان شاء الله متفقين او ممكن اقل، فدي اول حاجه. غير بقى البطولات الدوليه اللي هي الدبليو بي سي بيحطها، الاتحاد الدولي بيحطها، بتبقى على طول يعني تقريبا كل اسبوع او حاجه في بطوله، كلها طبعا بتاثر على التصنيفه كلها، مهم ان الواحد يحاول يشارك فيها على قد ما يقدر. بس يعني دي الحاجات القريبه ان شاء الله. طيب بطوله الصين هي بطوله العالم للفرق صح؟ مظبوط. احنا يعني بتستعدوا دلوقتي يا دينا؟ يعني دلوقتي معسكرين ولا مريحين شويه من بعد بطوله افريقيا؟ يعني كام يوم راحه كده كان لازم عشان طبعا يعني ضغط البطوله وكده، وان شاء الله المفروض هنبدا على طول معسكر منتخب من يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. طب اتحدد اللي سافر يا دينا، مين مسافر ولا لسه القايمه النهائيه ما اتعلنتش؟ لا اتحدد يعني 4 في البنات و4 في الرجال. طيب ممكن تقولهم لنا دينا؟ في البنات ان شاء الله هبقى انا وهنا جوده ويسرى اشرف حلمي ومريم الهضيبي، وفي الولاد في محمد البيلي، شادي مجدي، يوسف عبد العزيز، وفي حد رابع شومان تقريبا. انا شومان مش متاكده من الرجال. طيب 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 احنا اخر بطوله شاركنا فيها كانت ايه؟ كان ترتيبنا ايه يا دينا؟ هو احنا اخر بطوله عالم لينا فرق اللي حصل ان احنا كانت اول مره اساسا مصر تشارك في ديفيجن 1 اللي هو يعني اعلى تصنيف للبطوله. بالظبط. بالظبط. وده كان ساعتها يعني حاجه اول مره تحصل في التاريخ. ساعتها احنا يعني كانت مصاتنا جامده شويه، ففي ديفيجن 1 ده يعني ما توفقناش في المجموعه، ما تاهلناش في المرحله اللي بعد كده. ممتاز. المره دي النظام اتغير بقى خالص، يعني بقى اساسا اللي بيشارك في بطوله العالم 32 فريق بس، واحنا الحمد لله من ضمنهم، والحمد لله كمان مصنفين ال 11 في وسط 32 فريق دول، فيعتبر تصنيفنا المره دي اعلى من اي مره يعني اعتقد. طيب برضو يا دينا انا برضو عايز يعني برضو اكلمك على البطوله في الجزائر. يعني احنا يعني الفتره اللي فاتت كان في بطوله بحر المتوسط في الجزائر، وايضا بطوله افريقيا اهي في الجزائر، وكان في مسانده كبيره من الشعب الجزائري، ده لمستيه يعني هناك يا دينا ولا ايه؟ طبعا. لا يعني فعلا في المرتين زي ما حضرتك قلت الجمهور كله بصراحه يعني بيشجعنا ومعانا قوي، حتى يعني بس احنا بنلعب الماتشات سامعين تشجيعهم وكده، يعني هم عموما حتى لو احنا محتاجين اي حاجه فعلا الناس والمنظمين وكده بيساعدونا، ويعني لطاف جدا معانا، وفعلا بجد ده فرق معانا، يعني الروح كانت حلوه قوي هناك والواحد كان مبسوط يعني الحمد لله. اكيد ده طبعا يعني حاجه تسعد. وخلينا اقول لك احنا عرضنا فيديو وانت بتتكلمي دلوقتي يا دينا انه في منصه كانت كلها علم مصر، يعني اول ثاني ثالث مصر، وانت كابتن الفريق، كان شعورك ايه وانت شايفه علم مصر مسيطر على المنصه؟ لا هي حاجه طبعا مشرفه جدا، يعني الحمد لله احنا يعتبر كده مسيطرين على القاره الافريقيه الحمد لله. طبعا هو المنافس الاساسي لينا نيجيريا. نعم. يمكن البنات المره دي السيدات بتوع نيجيريا ما كانوش متواجدين، بس احنا الحمد لله يعني برضو بقى لنا كذا سنه، وحتى وهم متواجدين احنا يعني في المراكز الاولى الحمد لله. اكيد يا دينا، اكيد اكيد شعور جيد، واكيد بنبارك لك على يعني طبعا على الانجازات في افريقيا وايضا الرانك العالمي، ونتمنى لك كل التوفيق. دينا مشرف نجمتنا ونجمه تنس الطاوله بنادي الاهلي ومنتخب مصر وكابتن منتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن الاء برضو لما بتتمرني مع مجموعه كبيره ولما مجموعه لاعبات بالشكل ده، اكيد يعني 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 اقول ايه، احسن اعداد لاي لاعب صح ولا لا؟ اكيد طبعا. يعني مع النادي الاهلي الفتره الجايه اكيد اكيد هينقلك بقى لحته تانية ان شاء الله وجودك، شايفه ده ولا لا؟ انا شايفاه جدا، وجد الفتره اللي فاتت اللي انا يعني بدات فيها في النادي حسيت بفرقك، يعني الروح اصلا هناك فعلا هي حلوه، وانا مرتاحه وانا بتمرن هناك، والموضوع بسيط، وبقيت فعلا يعني عايزه اروح دايما طبعا، يعني صبح وبالليل، ولا التمرين حلو. طب قولي لي انت اسكندريه وجيتي القاهره، طب الترانسفير ده هتعمليه ازاي؟ يعني هل مثلا دراستك عملت فيها ايه؟ هل خلصتي دراسه؟ يعني كلميني على الظروف المحيطه بالانتقال ده. هي ما كانتش اسهل حاجه، بس انا يعني دلوقتي ثانيه جامعه، داخله ثانيه، يعني هكمل السنه دي عادي في اسكندريه، ممكن السنه الجايه اشوف لو هحول او اي حاجه، بس انا يعني قادره توفقي.
قادره اوفق، وان شاء الله يعني بحاول قد ما اقدر ان انا افضل في القاهره عشان استفيد بتمرين نادي الاهلي. طبعا طبعا، لان ده انا متوقع ان شاء الله سنه او اتنين هيحطك في حته ثانيه، لان كابتن عادل نفسه بيقول دلوقتي ان احنا بنغير في التمرين. انا شايف ان ده، انا عايزك اتمرن يا كابتن، انا عايز، انا ممكن ابقى حاجه ثانيه. انا عارف حضرتك بتتمرن اصلا. لا بس هو بس لما اتمرن مع لعيبه كده يعني جامده والمستوى واللي داخل واللي طالع وكل ترابيزه هتلاقي عليها نجوم كبار بيتمرنوا بجد، يعني حاجه يعني منظومه يعني اكيد اي لاعب يتمنى يبقى فيها، لانه طبعا يحب مستوى. حضرتك تخيل كده مثلا لو بتتمرن على طاوله وجنبيك مثلا سيد لاشين ولا محمد البيلي ولا شادي ولا خالد عصر ولا شومان ولا ودينا مشرف وهنا جوده ونادين الدولتلي وساره الحق، يعني صار الحاكم على فريده وآلاء جت اهي وآلاء ورؤى الناغي، فالتمرين بيبقى شادد يعني. هي منتخب مش نادي. بالظبط بالظبط. انت حضرتك لو بصيت لقوام المنتخب في السيدات ولا في الرجال كلهم. طب خلينا نقول للساده المشاهدين، انا عارف مين اللي راح من عندنا منتخب، بس خلينا نقول مثلا نبتدي بالسيدات. بالسيدات كم لعيبه شاركت من عندنا في المنتخب من نادي الاهلي؟ عندنا ثلاثه، دينا مشرف، هنا جوده، آلاء، واحد من حد من الزمالك اللي هي يسرى اشرف، وحد من بتروجيت مريم الهضيبي. كانت عندنا في الاهلي. كانت عندنا بالظبط كده بنت الاهلي. طبعا يعني نقول اربعه اهلي بالظبط كده. في الولاد يعني احنا بنتكلم في حوالي 80% من قوام السيدات الاهلي. طب نروح للرجال. الرجال كان في محمد البيلي، كان في محمد شومان، كان في عمر عصر، خالد عصر، الاربعه، واحمد علي من الزمالك. يعني بنتكلم برضه 90% من منتخب مصر. بالزبط. يعني انا بس عايز اوصل لحضراتكم كابتن عادل مشكورا وضح لي 90% من منتخب مصر للسيدات من النادي الاهلي و90% من منتخب مصر للرجال من النادي الاهلي. هنا النادي الاهلي بيقدم يعني ابطاله ونجومه وبيدعم منتخب مصر بالكوادر، مش بس اللعيبه، المدربين كمان. مدربينا بيدعموا منتخبات مصر بشكل كبير عشان نوصل للعالميه. خلينا نطلع للفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع كابتن عادل وآلاء، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن كنا بنتكلم في الفاصل مع كابتن عادل في البريك يعني، وكنا بنقول على الجيل الحالي. فكابتن عادل انت ليك برضو تعليق على الجيل الحالي ده، ليه الجيل الحالي ده ما شاء الله حقق انجازات يمكن غير الاجيال قبل كده، من وجهه نظرك ايه السبب؟ والله هو الجيل الحالي احتكاكه كتير قوي، يعني بيلعب بطولات كتير يمكن ما كانش متوفر قوي للجيل اللي قبل كده. صحيح. كمان موضوع الاحتراف، اللعيبه ابتدت تحترف و بيلعبوا في اوروبا. بيلعبوا في اوروبا كتير جدا جدا. يعني في مثلا محمد البيلي بيلعب في النمسا، وخالد عصر في الدنمارك، وعمر عصر في المانيا، محمد شومان في التشيك، سيد لاشين طبعا، حد صلاح حرج يعني لعب في دوريات كتير جدا، واخر هو رايح تركيا كمان ان شاء الله. فده يمكن اللي هو سمح ان الجيل ده يبقى متميز عن الجيل اللي قبليه. الاحتكاك والبطولات الكتيره اللي بنشارك فيها. يعني احنا ما كانش متوفر الكلام ده زمان، لكن دلوقتي اللعيب بيلعب بطولات كتير جدا. اسمح لي احييك مره ثانيه برضه. ليه بقى؟ والله بجد، لانه فعلا انا طول عمري بقول الاحتكاك. اليد كويس ليه غير بالزبط. السله والطايره بالظبط. اليد بيحتك كتير. صح. بيلعب مع بطولات اوروبا، بينزل يزق ده ويلعب مع ده فهو الاحتكاك. انا يمكن بس كابتن هيثم، كان يمكن انا زمان وانا كنت ماسك يعني اللي هم ناشئين النادي الاهلي اللي هي دينا مشرف ونادين الدوراتلي، وكان في ساره عمرو، وكنت انا باخد المجموعه دي والف بيها الانديه فعلا من النادي الاهلي. كنت الف تلعب هنا وتلعب هنا اروح جاسكو مثلا، كان العب مع الولاد، اروح مش عارف نادي ايه كده. في كانوا بيستجيبوا معاك. بصراحه يعني هم استفادوا جدا من الفتره. يعني انت قصدك تقول انت حتى على المستوى المحلي لو مفيش امكانيات انت تقدر تحتك. كنت بعمل كده. بس على عايز توصل بقى دولي، لا خلاص يعني عايز توصل على المستوى الدولي لازم تحتك دولي. بالظبط كده. انت بتتكلم على المستوى المحلي بحتك. بالظبط. فانت مؤمن منذ البدايه بالاحتكاك. بالظبط. طبعا مهم جدا. لعلمك يا كابتن انت جبت لخصت الموضوع في كلمتين. لو انا ما بقلقش وما بخافش. بالظبط. طبعا المستوى الفني ده مفروغ منه، انت لازم تبقى لعيب كويس. طبعا لازم لعيب كويس. مش لعيب كويس مش هبص لك. لو انت ما بتقلقش وعندك بيرسوناليتي كويسه وفي نفس الوقت بتحتك تبقى في حته ثانيه. دي كده حته ثانيه. صح. الله ينور عليك. طب خليني اجي لك يا آلاء برضو. انت انا كلاعب وانا ليا عمري كده كان في مدربين ليهم فضل عليا ومش هنساهم حتى اللي لسه عايش، ولو يعني لا قدر الله حد ربنا توفى برضه. مين من المدربين ليهم بصمه معاكي في حياتك؟ طيب ممكن ابدا من النادي الاولمبي طبعا. كابتن خالد حجاج هو يعني رئيس الجهاز
ده يعني من الاول هو كان معايا مؤمن بيكي جدا، فيعني طبعا عايزه اشكره. وفي مدربين كتير قوي في النادي، كابتن شريف اسماعيل، كابتن منعم، في بقى في طبعا رجال من الرجال كانوا برضو بيمرنوني، شادي زكريا، محمد سامي، الناس دي كلها. في كابتن محمد طه، ده تعب معايا جدا، وكان يعني كان من اول الاسباب اللي يخليني اخد اول طول الجمهوريه، بس الله يرحمه يعني. وكان هو تعب معايا، وكان هو كان سبب كبير قوي في يعني مستواي. كابتن ايمن اباري، ده هو اللي معلمني، وهو فعلا اللي طلع بيا لحد الاخر، وكان فعلا ده اكتر حد كان مؤمن بيا. طبعا بقى جزيره الورد، يعني طبعا عايزه اشكر الجهاز كله، كابتن احمد العيسوي رئيس الجهاز، وكابتن اشرف سليمان، ومحمود لاشين الاداري، كل الناس دي فعلا يعني كان ليهم دور في اي حاجه كانت بتحصل يعني الثلاث سنين اللي فاتوا. كويس. هو بيبقى اللاعب يعني بيبقى في حياته بيبقى كده يعني، ما انت بقيت لاعب ازاي؟ بيبقى ليك دور كبير، بس المدربين بيقفوا جنبك، فبتبقى حاجه كويسه جدا ان الواحد يبقى مهما وصل بيه العمر فاكر اللي كان ليه بصمه عليه. طب خلينا نتكلم عن زمايلك، يعني اكيد ليكي حد او يعني لعيبه كانت معاكي طول الوقت، بس انتوا اتفرقتوا مثلا، هي قعدت في جزيره الورد او انت جيتي الاهلي، في حد بيبقى زي ما بيسموه روم ميت، يعني معاك في الاوضه، يعني هل في حد معاكي كده ولا انت من نادي لنادي مفيش حد قريب لك؟ هو انا بصراحه يعني الحمد لله كلهم النوادي كلها يعني اللعيبه كلها زمايلي واخواتي وكل حاجه، فاحنا بنسافر مع بعض كتير، فالعلاقات قريبه قوي يعني. بس ده دليل ان انت شخص حبوب، يعني لما تقولي كده الحمد لله. يعني تلاقي اكيد لما تلاقي كل الناس كده، يعني لما تقولي كل الانديه وعلاقتي بيها كويسه، فانت تلاقيك اكيد حد اجتماعي. وانا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، هو في لاعيبه ما يعني قالت ان مفيش حد بيكره الاء. شفت؟ والله يعني بجد يعني ما شاء الله عليها بجد يعني مين كل الناس بتحب الاء. والله يعني هنا جوده قالت لي كده يعني. انت واضح ان انت اجتماعيتك مع اللاعبات كلها كويسه، المنافسه ما بتخليكيش يعني برضو مهم جدا خلص. المنافسه الشديده دي ما تخليكش تخسر حد قريب منك، دي مهمه جدا في تنس الطاوله. يعني حتى لما بتنقل من نوادي علاقتي بتفضل هي مع الكل يعني. طب اسالك برضو سؤال، انت طموحاتك ايه؟ يعني عايزه توصلي ايه؟ يعني ما شاء الله انت ستيب باي ستيب بتبقى احسن. وانت تواجدتي في المكان الذي يليق بك، خلاص في النادي الاهلي. طيب خلاص ده خطوه وهنخش بعدها، ايه طموحاتك بقى؟ عايزه توصلي لايه من خلال النادي الاهلي؟ يعني بتمنى طبعا ربنا يوفقني. نفس كبير. يعني بتمنى ربنا يوفقني يعني في الخطوه الجديده، واقدر ابقى عند حسن ظنهم كلهم اتمنى، وناخد البطولات كلها طبعا، انديه عربيه، انديه افريقيه، الدوري، كاس، فيعني حتى في الفردي ان شاء الله يعني اشرفهم برضو. فيعني الاهلي خطوه كويسه جدا. انت عايزه تبقى احسن في كل الاتجاهات بالظبط، البطولات والفردي وكل حاجه، عايزه تبقى احسن في كل حاجه بالظبط، وهتبقى ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هتبقى ان شاء الله. طب كابتن عادل، يمكن ما ينفعش حضرتك معايا ما نتكلمش بقى عن الموسم والاستعدادات والدنيا ماشيه ازاي ورايحين لفين وايه الاستعدادات وايه البطوله، هل في بطوله عربيه هنشارك فيها ولا لا، بطوله افريقيه، يعني كلمني عن الموسم بقى، شكل البطولات وشكل الموسم هيبقى شكله ايه. والله المفروض ان في بطوله فرديه المفروض ان هي في شهر 10، بس مش عارف مدى امكانيه مدى امكانيه انها ممكن تقام ولا لا، لان اللي هي في ميعادها هتبقى يوم 6/10. فين لسه ما تحددش مكان البطوله، يعني افريقيه ولا لا؟ فرديه. فرديه يعني محليه الاول، هنتكلم محليه الاول. لان المنتخب هيبقى في بطوله العالم، هيرجع من 8/10، فمش عارف بقى هل بالظبط. عندنا ان شاء الله بطوله الانديه العربيه في شهر 12، احنا حامل لقب رجال وسيدات بالظبط كده. عندنا في شهر 12 هتتعمل، كانت المفروض ان هي تتعمل في تونس، اتعملت السنه اللي فاتت في الاردن، اتعملت في الاردن، كانت المفروض السنه دي تتعمل في تونس، بس تونس اعتذرت فمصر خدتها. هتعمل في مصر ان شاء الله، بس لسه المكان فين والزمان بالظبط امتى؟ من 25/12 ل 31/12 ان شاء الله. ده في اخر السنه. اخر السنه. بس المكان فين لسه ما تحددش. تمام. عندنا بقى ان شاء الله هيبقى في بقى يتخلل الفتره دي الدوري بتاعنا اللي هي المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، بعد كده احتمال في شهر 3 وشهر 4 يبقى نهائيات الدوري.
في شهر 6 ان شاء الله 23 احتمال كبير جدا بطوله الانديه الافريقيه تتعمل، والنادي الاهلي يعني ممكن تتعمل عندنا ان شاء الله في النادي الاهلي. نسختها الاولى ولا قبل كده اللي هي نسخ؟ بس انا اول مره اسمع بطوله الانديه الافريقيه. لا 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 اتلعبت السنه اللي فاتت، نادي انبي من مصر خدها. السنه دي المفروض ان هي هتتعمل، وان شاء الله احتمال كبير جدا ان هي تعمل في النادي الاهلي ان شاء الله في شهر 6 او ان شاء الله. يعني انتوا بتفكروا تجيبوها النادي الاهلي بالظبط كده ان شاء الله. جدا. طب هو بيبقى في الانديه الافريقيه مين اكبر منافسين؟ هل الانديه المصريه برضو ولا من الانديه في نيجيريا؟ في نيجيريا طبعا، في انديه من نيجيريا، في من الجزائر، من مصر طبعا بقى يبقى في الاهلي، في الزمالك، في انبي. دي هتبقى منافسين في الرجال. بنفكر والسيدات برضه في السيدات. بالظبط كده، في السيدات هيبقى برضه ان شاء الله. طيب خلينا برضه يا جماعه عرضوا لي الجدول كده بتاع بطوله افريقيا اللي فات اللي احنا كنا شفناه ده، اللي هو بتاع الميداليات، لو ينفع نعرضه للساده المشاهدين عشان نقول لحضراتكم حجم التفوق المصري الواضح اللي كان موجود في بطوله افريقيا. لان يعني طبعا احنا بنتكلم بطوله افريقيا والانجازات. طيب ادي الجدول قدامنا اهو، مصر رقم يعني في المركز الاول. سيبوا لي الجدول بس اشرحه واحده. مصر ب 14 ميداليه، 6 ذهب، الاء اللي معانا في الاستوديو معاها ميداليتين منهم، 6 ذهب، 5 فضه، 3 برونز. يجي في المركز الثاني نيجيريا، فرق باربع ميداليات، فرق 10 ميداليات بيننا وبين الثاني. يعني الثاني احنا اول 14، الثاني نيجيريا باربعه. النيجيريا واخده 1 ذهب وصفر سيلفر، مفيش فضه، وثلاثة برونز، يعني اربع ميداليات. نخش بقى على الجزائر الشقيق، 6 ميداليات بس للاسف مفيش منهم ذهب، عشان كده نيجيريا واخده عليها مركز ثاني. واخده طبعا الجزائر واخده 1 فضه و5 برونز. هنخش بعد كده على تونس الشقيقه برضو، في 3 ميداليات، واحده فضه و2 برونز. نخش على موريشيوس، انا اسف، ميداليتين 2 برونز. نخش على كوت ديفوار، واخده ميداليه واحده برونز. ومصر طبعا الفرق بينها وبين الثاني 10 ميداليات، بفرق 5 ميداليات ذهب بيننا وبين نيجيريا، احنا 6 ذهب. وبالمناسبه اول وثاني بس هم اللي جايبين ذهب، الثالث والرابع والخامس والسادس ما جابوش ده. دي نتائج بطوله افريقيا اللي لعبتها مصر اللي كانت في ارض الجزائر الشقيقه، واللي اتلعبت من 9 سبتمبر حتى 22. وطبعا دي النتائج زي ما حضراتكم شايفه، تفوق واضح للفرقه المصريه، و90% من المنتخب اهلي للرجال، و90% من المنتخب سيدات ايضا اهلي، 5 لاعبات رجال سيدات و5 رجال. طيب لا يمكن دخولك النادي الاهلي وحضرت تمرين بقى في الصاله وشفت الدنيا وحضرتي، يعني اول ما دخلت صاله النادي الاهلي انت لعبت عليها قبل كده طبعا، بس انت داخله دلوقتي بشكل ان انت يعني لاعبه، حسيتي بغربه ولا حسيتي الدنيا تمام؟ هي كانت اول مره اخش صاله النادي الاهلي خالص. فعلا دي اول مره ما لعبتيش؟ لا ما جاتش فرصه. ليها رهبه ولا حسيتي ما حسيتيش بغربه؟ لا ما حسيتش بغربه صراحه. يعني او الناس كلها طبعا عشان اللعيبه اصلا كلهم زمايلي في المنتخب يعني، وبنسافر دايما، فاحنا اصلا كده كده علاقتنا قريبه. ما حسيتيش بغربه خالص؟ لا لا خالص، وكده كده بصراحه يعني كان مسالك اول تمرينه دي بتبقى مهمه. لا لا انت لو حسيت اللاعب ان هو مش مرتاح ممكن يفضل، ممكن في التجربه ما تبقاش. لا لا خالص، وكابتن عادل وكابتن احمد عياد وكابتن اشرف كانوا يعني كانوا مخليني اصلا ما احسش بده. فلا يعني الحمد لله ما حسيتش باي حاجه. اهلا بيكي في النادي الاهلي ونورتيني وشرفتيني الاء. بشكرك. نورتيني وشرفتيني الاء يحيى، نجمه مصر والنادي الاهلي دلوقتي طبعا في تنس الطاوله. نورتيني وشرفتيني. شكرا. كابتن عادل طبعا متالق دائما، واللي استفدت منك النهارده حبيبي يا كابتن عادل، استفدت منك بصراحه والله. كابتن عادل شوبان المدرب العام لسيدات تنس الطاوله بالنادي الاهلي، بشكرك. نورتيني. الله يخليك يا كابتن هشام، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده عن تنس الطاوله، طبعا اتكلمنا في كل حاجه وشفنا الانجاز الكبير اللي حققته مصر في بطوله افريقيا اللي فاتت. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الاطفال.